صحيح. واحنا والله لم نقصر في النصيحة، يعني في خطبنا وهي تذاع على الفضائية القطرية ويسمعها الناس، يعني في هذا البرنامج كنا ذهبنا أيام حرب غزة وقابلنا عددا من الرؤساء والملوك والأمراء، فنحن ننصح ولكن ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. أما بالنسبة لمسألة التكافؤ، القرآن يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فلم يأمرنا القرآن أن نعد لهم مثل ما أعدوا لنا، إنما ما استطعنا. المطلوب منا أن نعد ما استطعنا. وبعدين هناك الفقهاء يقولوا فيه جهاد اسمه جهاد الطلب، انك تطلب العدو في عقر داره، هذا ما لابد تكون عندك من القوة ما يكافئ او يزيد على قوته. انما فيه جهاد الدفع، المقاومة. المقاومة دي تقاوم بما تستطيع، بما تقدر. واحد بيدخل عليك بيتك، والله تقدر تضربه بالعصا اديله، تقدر تخنقه اخنقه، تعمس بسكينة المطبخ، يعني هذه اشياء مفروضة على الانسان، جهاد اضطرار وليس جهاد اختيار. ودايما صاحب الدار اقوى من اللص، وان كان اللص اكثر تسلحا وكذا، لكن صاحب الدار وصاحب الحق اقوى منه. ودايما نحن راينا ما الفيتناميين يعني قاوموا الامريكان، واين قوه الفيتناميين من قوه؟ انتصروا يعني عليهم. والافغان قاوموا السوفيت.